كنت خارجه كده مع صحابي وكله قاعد كده وحلوين كده، وبعد كده لقيتهم قاعدين عاملين يقولوا ايه، انا عايزه تاكو بال، انا عايزه تاكو بال. يا جماعه هو ايه التاكو ده؟ وانا ساكته ساكته ساكته، وفي الاخر اكتشفت ان التاكو ده زي المقبلات او حاجه كده للعشاء. تعالوا نشوف ايه التاكو ده. اول حاجه هنعملها ان احنا هنعمل صوص التاكو، ودي معلقه مستردة كبيره. اوكي، وبعدين معلقه خل كبيره، نص معلقه سكر، نص معلقه توم بودره، نص معلقه كمون، نص معلقه بابريكا، ونص معلقه شطه، وده اختياري. وهقلب كل الحاجات دي كده مع بعض، وكمان هحط رشه ملح، نص معلقه كده ملح، ونص معلقه فلفل اسود، واقلبهم كلهم كده مع بعض كويس. وفي وصفه التاكو في ناس تعمله باللحمه المفرومه، وناس تعمله بالهوت دوج، وفي زي حالتي كده هنعمله بالفراخ. فانا جبت حوالي ربع كيلو فراخ، هو ربع كيلو مش حوالي، وهقطعه بقى شرايح بالطول كده. انا جبته صدور، خليت الراجل قطعها لي زي البانيه كده، وانا بقى هقطعه شرايح بالطول كده. واعمل باقي الكمية. دلوقتي بقى انا هاخد الفراخ واحطها في التتبيلة بتاعت ايه، صوص التاكو الجميلة دي، وبعد كده نقلبها بقى كده كويس، ونسيبها لمدة 3 ساعات في التتبيلة دي عشان تتنكه كويس من الاطعمة دي. وهنسيب الفراخ في التتبيلة لمدة 3 ساعات عشان تشرب من النكهات كلها مع بعض. دلوقتي بقى في طاسة على النار هنزل بمكعبين زبدة، معلقة زيت صغيرة عشان بس الزبدة ما تتحرقش. قلبهم مع بعض كده، وبعدين هنزل بقى بالفراخ اللي احنا سبناها في التتبيلة شوية دي كده. واول ما الفراخ ابتدى بقى لونها يغير كده وتتشوح، هنزل بالبصلاية واحدة انا مقطعاها جوليان. اوكي، تتشوح كده معاها. وهنزل بفلفلاية صفرة وفلفلاية حمراء انا مقطعاها برضو شرايح بالطول كده زي الفراخ لما قطعتها، ونقلبها مع بعض. دول بقى حوالي 100 جرام جبنه تشيدر مبشوره انا هنزل بيها، ما عنديش وعايزه احط جبنه رومي. اوكي، مش عايزه احط جبن خالص برضو، دي اختياري، بس هي بتدي طعم حلو قوي في الوصفه دي. وههدي النار بقى خالص دلوقتي، واسيبها بقى ايه، يعني هي خلاص استوت، بس هسيبها مع بعض كده شويه على نار هاديه تاخد من كل الاطعمه في بعض. وفي الوصفه دي احنا بنستخدم عيش التورتيلا، ممكن استغنى عنه واعمل بعيش شامي عادي جدا. فانا بس هجيب العيش التورتيلا ده، وهم هقول لك هما كانوا بقى مقطعينه كده، يقطعوها كده اهي، بنقطعها بالشكل ده كده دوريات. انا قطعت كل كميه العيش اللي عندي كده بالطريقه دي، وزي ما قلت لكم لو عايزين نستخدم عيش شامي مفيش مشكله، وباقي العيش انا ما رميتهوش، انا عنده عشان هستخدمه في حاجه ثانيه. وخلاص كده الخلطه دي الفراخ استوت وبقت جاهزه معايا خلاص تمام، وريحتها تجنن تحفه. هطفي عليها بقى ونبتدي ايه، نحشي. دلوقتي بقى انا هعملها كده زي القارب كده، وهاخد من الخلطه واحط جواها كده، وبعدين اتنيها انا بايدي كده، واجيب التانيه برضو اروح عاملاها كده واحشيها برضو زيها بالظبط، احط برضو جواها كده الخلطه الحلوه دي، وبرضو احط كده زي كده بالظبط. وبعد كده اجيب برضو اللي وعدها، هتنيها برضو كده وارجع اتني دي كده، واحط برضو فيها من الحشوة. وبعد ما خلصت حشو كل الكمية، عملوا كمية حلوة قوي على فكرة، هجيب بقى جبنة موتزاريلا احطها كده على وش كل سندوتش منهم الطريقة دي، حط بقى كده جواكوا ده كويس كده. دلوقتي بقى انا هدخلهم الفرن لمده 10 دقائق ربع ساعه، لحد بس ما العيش يتحمص بقى ويمسك نفسه، وكمان الجبنه تسيح وتبقى جميله. يلا بينا. وادي التاكو بتاعنا وصل، انا هدوقه عشان اعرف هو ايه بالظبط. استنوا كده، بسم الله. حلو قوي. بصوا هو عامل زي شاورمة الفراخ كده بس متدلعه شويه. جربوها قولوا لي رايكم. باي باي.
كل وصفاتنا تجدوها حصرياً على موقع الوصفة.com.